استكمالا للمحاضرة اليوم عن أهم الأطراف الفاعلة في العمل الإنساني، نستضيف الدكتور هاني البنا. وكما أسلفت لكم بأن الدكتور هاني في العمل الإنساني غني عن التعريف، يعني لا يحتاج أن يعرف. دكتور هاني أحد أهم الشخصيات في العمل الإنساني في العالم، مؤسس المنظمة الإسلامية الأكبر في غرب أوروبا والولايات المتحدة، اللي هي مؤسسة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، مؤسسة متواجدة في دول كثيرة، يمكن أكثر من 30 دولة، بموازنة عملاقة بالنسبة لمؤسسة تعتمد على نفسها، لا تعتمد على دعم حكومي معين، بتعمل في مجالات مختلفة كثيرة. الخبرة الدكتور هاني مش فقط مع الإغاثة الإسلامية، لأنه أدرك بعد مرحلة معينة بأن الخبرة المتراكمة للدكتور لا نستطيع حصرها بمؤسسة واحدة، فانطلق في مجال العمل الإسلامي على حتة أخرى، اللي هي حتة المناصرة والأدفوكسي، وبدأ ينشئ كيانات مظلية اللي ممكن إنها تكون صوت للمؤسسات الفيث بيز، إنها توصلها بالمؤسسات الأخرى، سواء المؤسسات الفيث بيز من أديان مختلفة أو المؤسسات العلمانية، وعمل يعني مؤسسات ما يمكن لا أعرفها كلها، بس على الأقل بعرف الهيوميتيان فورم اللي هو المنتدى الإنساني اللي بيعمل تقريباً ل14 سنة، في المسلم تشاريتي فورم اللي هو منتدى المؤسسات الإسلامية في بريطانيا، يمكن بدأ بأربع منظمات، الآن أعتقد بأنه عدد كبير أعضاء اللي هم أغلب مؤسسات التشاريتي الكبرى اللي بتشتغل في المملكة المتحدة. كمان في مبادرات أخرى، مبادرة لها علاقة مثلاً بموضوع اللي هو الـ HIV الـ AIDS، أسسها الدكتور هاني سنة 2005-2006، وأنا متأكد هناك مبادرات أخرى. دكتور لا أستطيع، يعني في كمان مبادرة كانت في مصر لمؤتمر المجتمع المدني المصري ما بعد الثورة، وكانت على بناء القدرات للمؤسسات المجتمع المدني المصري. المهم أنه الدكتور هاني ليس فقط يعني عاملاً إنسانياً، بل ليدر قائد في العمل الإنساني، عمل مع لاقى مثلاً حكومات مختلفة ورؤساء مختلفين ورؤساء وزراء على كل الصعد، من سواء في بريطانيا ولا في دول عربية ولا عدد كبير من المشاهير، اسم في العمل الإنساني معروف تماماً، منتديات كثيرة. مرحلة الربيع العربي اللي احنا وجهنا السؤالين لكم اللي احنا حابين نتناقش عليهم اليوم، عمل فيها الدكتور هاني بقرب مع الأمم المتحدة، منظمة التعاون الإسلامي، منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات الـ NGOs الإسلامية، ومنظمات الـ NGOs الغير إسلامية، على موضوع أنه تنسيق العمل الإنساني الإسلامي مع العمل الإنساني الدولي، وعلى أنه توجيه نظر الحكومات المانحة المسلمة للقضايا اللي هي موجودة، قضايا الإنسانية الموجودة في الوطن العربي. يمكن قبل ما أختم بتقديم الدكتور هاني، دكتور هاني دكتوراه في الطب، وحاصل على 2 دكتوراه فخرية بعد دكتوراه في الطب، وكذلك حاصل على وسام المملكة المتحدة، وكرم من قبل الملكة إليزابيث في بريطانيا، هذا تقريبا سنة 2006 يمكن 2004. الدكتوراه الفخرية واحدة ريسنتلي، واحدة من جامعة برمنغهام، وهو دكتور طبيب مارس الطب، مارس الدكتوراه في الطب لسنوات، وبدأ خبرته في العمل الإنساني من 1984، يعني تقريبا احنا بنتكلم عن 35 سنة خبرة من العمل الإنساني على كل الصعد، من صعيد اللي هو جمع مال في حصالة في مسجد، والسفر لتنفيذ هذا العمل بهذه الأموال القليلة، لدرجة اللقاءات مع قيادات دول بمستوى رؤساء دول كبرى. اليوم بإذن الله أقدم دكتور هاني، تحب أنه أقدم الطلاب دكتور؟ يمكن عشان اختصارا الوقت، يسلموا. من قطر، من فلسطين الضفة الغربية.
قطر غزة مغرب من فلسطين من فلسطين اسمها اسمها فلسطين اه اسمها فلسطين حنين سوريا أنمار عمر خريج الإغاثة خريج المركز عائشة بصوت واطي من عمان عمان أها فاطمة من اليمن جزائر لبس لبس يا أهلا وسهلا تفضل دكتور أقول إيه افتتح وبعدين طيب. حنتناقش بإذن الله دكتور عن طيب. سؤالين مهمين طيب. أنا سألتهم محضين هم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سعيد إن أنا آجي بينكم عشان أتعلم منكم خلاص وضحت الرسالة حذاري أن تقولوا أو أن تفهموا إن أنا جاي عشان أعلمكم أنا جاي عشان أتعلم منكم لأن من تعالى على العلم وأهل العلم وطلاب العلم خسف بنفسه لسبع أرض وأنتم طلاب علم يتحدث عنكم الملائكة ويستغفرون لكم والنمل ويستغفر لكم والحيتان في بطن البحر ويستغفرون لكم طلاب العلم ده معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك انا جاي اتعلم من مين منكم سواء من كنا او منكم جميعا دي نمره واحد العمل الاسلامي مر بمراحل كثيره جدا خيري بالذات خاصه من السبعينات في القرن الماضي وكان ابلى بلاء حسنا في افغانستان وعمل مجلس تنسيق في افغانستان لكن لأن الحكومات كان لها وجهة سياسية معينة فبالتالي سيسوا العمل الإنساني وفي بعض المؤسسات لبست التواخي بتاعت الجهاد إلى آخره إلى آخره فلما انتهت قضية أفغانستان وتحولنا لعمل سلمي بدأوا يحاسبوا مثل هذه المؤسسات على الأفعال اللي ارتكبوها بتوجيه سياسي من الحكومات فلا تسيروا وراء أي حكومة في أي منحة سياسي لا بل وصنفوا كثير منهم وضيق عليهم وحبس الكثير منهم في المطارات ودخلوا في السجون لأن كان المناخ السياسي الحرب على الاتحاد السوفيتي أنا ماليش دعوة بالاتحاد السوفيتي ماليش دعوة بأمريكا ماليش دعوة بروسيا ماليش دعوة بأي حد أنا ليه دعوة بالعمل الإنساني في بعض المؤسسات والأسف يعني استمعت لكلام حكومتها ودفعت الثمن فيما بعد لكن كان في مجلس تنسيق في افغانستان القضايا الكبيره جدا جدا العمل الانساني الاسلامي ابلى فيها بلاء حسن قضيه البوسنه ساعتها قتل خليك اسمها لجنه قتل الكهف اليتيم من السعوديه الندوه العالميه للشباب الاسلامي هيئه الخيل الاسلامي العالميه من الكويت هيئه الاغاثه الاسلاميه العالميه من السعوديه كتير وأبلى العمل الإنساني وتعلم من أخطاء أفغانستان علشان يوقف النزيف البشري اللي حدث على المسلمين في البوسنة لذلك أنا لابس وردة مش وردة جزائرية ولا وردة مصرية ولا وردة من حبانية ولا السودانية لا وردة سربرنيتسا سربرنيتسا 11 يوليو حصل مذبحة لا تقل تماماً عما حدث بعد الحرب العالمية لليهود في المحرقة في ثلاث أيام اختفى 11 ألف بوسنوي من منطقة سربنيتسا بعد أن خرجت قوات الأمم المتحدة الهولندية سلمت المكان للقوات السربية من تشتنك السنة دي اكتشفوا رفات 37 جثة أحد هذه الجثث كان رفتها في سبع أماكن سبع مدن وسبع قرى فلكن العمل الخيري الإسلامي تعلم كان لي مجلس تنسيق
وأبلى بلاء حسنا في الأدفوكاسي وفي العمل اللي هو الايه اللي هو الإغاثي ثم بعد ذلك العمل التنموي. فأنا جبت لكم قضيتين، قضية المؤسسات في السبعينيات استمعت وراء توجه السياسي، وكان في لقاء بيني وبين السفير البريطاني في السعودية في نوفمبر 2002. أنا بقول على الملأ، أنا بتكلم على الإرهاب، قلت له أنتوا اللي صنعتوا الإرهاب، لا مش إحنا، قلت لهم أنتوا سمحتوا للمؤسسات إنها تخلط الأوراق في أفغانستان ثم اتهمتهم فيها بعد ذلك بالإرهاب، فصناع الإرهاب هم من سيسوا العمل الإنساني في السبعينيات من القرن الماضي في قضية أفغانستان. واضح الأمر؟ ده اسمه أدفوكاسي أو اسمه مناصرة أو اسمه اللي بالعربي بالقرآن الحض، ولا يحض على طعام مسكين. دي قضيتين. فلذلك العمل الإنساني اللي أنتم بتنخرطوا من أجل أن تقودوا، حذاري إن حد فيكم يكون جاي هنا عشان ياخد شهادة، تبقى فنكوشة، تبقى فنكوش. الفنكوش هو منتج لا قيمة له يصنعه المرء من أجل الكسب. واللي عايز يتفرج على الفيلم بتاع عادل إمام بتاع الفنكوش يروح للفنكوش، في حبة مناظر كده مش حلوة لكن ممكن يعني إيه تعدي الأمور. ها تعدي تعدي يا عمر تعدي ربك. فلذلك أنتوا هنا علشان تكونوا رواد، عشان تكونوا إيه ورائدات، مش عشان تاخدي علاوة وعشان تاخدي وظيفة وعشان تاخد وظيفة. لا، العالم يحتاج فكر وقيم وأخلاق وسياسات أنتم تحطوها. نحن نتبع معايير إنسانية جزاهم الله خير في الغرب، هي ثقافة غربية مسيحية مش مشكلة، أنا لابد أن أجتهد لأضع من ثقافتي معايير إنسانية تكمل المعايير الإنسانية التي وضعها الغرب من قبل. فالتحدي بتاعنا مش كورس هيقول الدكتور غسان أو الدكتور سلطان أو محاضرة، أبدا. التحدي إن أنت تكوني قائدة رائدة، مش بس قائدة كوظيفة، لا، تكوني عندك حيثية وعندك منتج وعندك شخصية مجتمعية تستطيع أن تبلور ثقافة المجتمع وثقافة الأجيال فيما بعد. العمل الإنساني قوة ناعمة تذهب حيث لا تستطيع أي قوة أخرى لها. يعني مثلا في يوم من الأيام كنت بزور إيران، مش عارف سنة كام، 2000 وحاجة، وكنت معزوم على الفطار عند السفير البريطاني في طهران. وقلت له انا كنت في قم وكنت في مشهد وكذا وكذا، قال لي انت رحت حتت انا ما قدرتش اروحها. انا يعني عشان يروح يزور مكان من الاماكن دي لازم يروح الخارجيه البريطانيه تديله تاشيره عشان يروح ايه يخرج من طهران ويخرج من السفاره حتى بتاعته علشان يروح التاني. فانتوا كعمل انساني تستطيع ان تكون ماء وهواء او على الاقل هواء الذي يدخل في كل محور من محاور حياه المجتمع لتحيي المجتمعات. عايزين تكونوا فنكوش؟ مع السلامة، مش عايزكم لا تسلموا عليا ولا تسلم عليك ولا تكلموني ولا أكلمكم، ما عندناش وقت للفنكيش. معانا عن أنمار، أنت اسمك أنمار ولا إيه؟ أنمار ده اللي مش بيلعب كرة في البرازيل ولا إيه؟ نيمار. نيمار ده أنت بتبعت 200 مليون، أنت مش بتبعوا كام ده؟ قطر 250 مليون. 250 مليون بس؟ وأنت هنبيعك بكام؟ طب هنشيل الالف ونعملك هو ان شاء الله. فالمنظر دي سالتكم خلاص. انا هختم بحاجه من المشاكل اللي بتواجه العمل الانساني اللي هو احاديه مصدر التمويل، خاصه العمل الخليجي والعمل العربي الذي يعتمد على ارضيه واحده. أنا في قطر، خلاص قطر هي محصلتي، وبعدين أنا في السعودية، السعودية بس، أنا في الكويت، وبعدين كل ده لن يغني ولن يسمن من جوع، لأن بيتحكم فيا متبرع تقليدي بحت، له ثقافة قد تكون جامدة، وقد تكون تقليدية بحت، لا تزيد عليا أطر من الأطر تجديد العمل.
الفرق بين المؤسسات اللي هنا والمؤسسات اللي في الغرب يمكن عرسان يعرفها، مش عايز كل اسم مؤسسات عشان لا قريب للمؤسسة، ان في مؤسسة من المؤسسات يوم ما اتولدت اصبح مصادر دخلها من 15 او 20 دولة. كل دولة لها ثقافة مختلفة، كل دولة لها متبرع مختلف، كل دولة لها سياسات مختلفة. فلذلك لو اغلق باب فتح باب اخر. فتستطيع هذه المؤسسة بتعدديات المصادر الدخل لها ان تقف وتستمر 30 و40 و50 سنة و100 سنة. من غير المؤسسات الإسلامية هناك أوكسفام، أوكسفام بريطانيا فتحة في أمريكا، فتحة في أماكن أخرى، ريسيرش ذا تشيلدرن، ميديسن سان فرونتير، كل الحاجات دي كلها عشان تعدد مصادر الدخل. ده مشكلة عند المؤسسات الخارجية اللي تعتمد على متبرع تقليدي. فلذلك تجدوا أن أغلب مشاريعهم مشاريع تقليدية بحتة قد لا تتمشى مع محتاجات أو احتياجات المجتمعات. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، من أصعب المشاكل اللي بتواجه العمل العربي أو العمل الإسلامي اللي هو الاستثمار في الموارد البشرية، التدريب والتأهيل. فممكن نعين أي كلام في أي حتة، يطلع كل حاجة في أي حاجة. فهمتوا حاجة؟ والله لو فهمتوا أخرج من برا. لا واضحة دكتور. واضحة؟ أنت خلاص يعني ده عايز يوقفني واضحة وجاي عشان ياخد الميكروفون مني. وانا بالك، فلما ننظر لمس هذا من غير كفاءات بشريه، ولا يهمني عن كم مليون عندكم ولا ملايينكم تسوي اي حاجه، معذره ولا تسوي نكله، لان يهدر المال اذا اعطي لغير الكفر. دي بالنسبه للاستثمار في الكفاءات البشريه. المشكلة الثانية الاستثمار في الأبحاث. الأبحاث يعتبر مصدر من مصادر جلب المال مش إنفاق المال. لو أنا عملت بحث في حيثيات معينة لحل مشكلة معينة، هخش شريك مع مؤسسة دولية كبرى، أو هخش شريك مع حكومة إقليمية أو حكومة دولية أو مع الأمم المتحدة، لأن أنا مخرج المعلومات اللي عندي. احنا اغنى الناس بالمعلومات المجتمعيه في الميدان، لكن افقر الناس في توظيف هذه المعلومات واداره هذه المعلومات. لذلك جوجل بياخد المعلومات بتاعتك ويظبطها ويديرها ويبيعها. كم الدخل بتاع جوجل؟ كم الدخل بتاع كل المؤسسات دي واحنا قاعدين بنديه كل المعلومات؟ هم اداره المعلومات اخطر حاجه بتواجهنا احنا. لذلك انا بقول لكل واحد فيكم حذاري، انت تطلع موظفين من هنا ممكن يستعملوها في الرقص دي كمان. ممكن الرقص حرام. خلاص لا، الرقص على الخير يعني. الرقص على الخير. فده اهم ايه دي المشكله الثانيه. الامر الاخير عشان اختم والدكتور خلصان يخش وتخش انت كمان، التشبيك وبناء العلاقات. التشبيك يا شباب اصبح فرض عين. تقول انا عندي 500 مليون ريال ولا تسوي شيء. 100 مليار ريال ايه يعني ولا حاجة. لان في مؤسسات عندها 4-5 مليار دولار وعندها شركات مع الامم المتحدة، فبتلاقي ميزانيتها في نهاية العام 10 ولا 15 مليار دولار. وبعدين فلوس من غير مخ ما تقدمش بيكي على الإطلاق. دي رسالة لكم يا شباب ويا شابات، لا تغتروا بحجم المال، اغتروا بالفكر والقدرة والمقدرة على التنفيذ. اغتروا بتلاحمكم مع المجتمعات اللي بتخدموها. يعني ابنوا العلاقة بينكم وبين المستفيدين اللي هم أصحاب المال حقيقيين. عيشوا مع أبناء المجتمع من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والعجزة، هم دول اللي هيصنعوك، وهم دول اللي هيصنعوك مع اليمنيين، مع السوريين، مع الأفارقة، مع الغزاويين، مع كذا مع كذا، مع كلهم دول، هم دول الأصل اللي هيعملوا منكم حيثية، اللي هيعملوا منكم قيمة ريادية،
نعمل منكم قيمة قيادية، لكن تقول لي مال ولا هيعمل حاجة. ها؟ المال سيسعى إليك إن كان عندك قيمة وشخصية مجتمعية تستطيع أن تؤثر في من تخدم، وتستطيع أن تنحني لمن تعتقدهم أنهم مستفيدين، ولكنهم هم من ينفقون أموالهم علينا. من يعطيني راتبي وأنا أعمل في عمل إنساني هو الأرملة واليتيم والمسكين والشريد. حذاري أن تعملي في دولة مانحة وتنظري نظرة غريبة لليتيم الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا هو الذي يكذب. لكن لما تخش تشتغل في العمل الإنساني يكون لك رسالة، يكون لك مهمة، يكون لك قيمة، يكون لك قيم. أنا سكت خلاص لأن سخنت وطلعت فوق أنزل تحت بقى. شكرا. مكفوني يا دكتور. ها؟ مكفوني. عشان منظر بس. حاجة كده نمسكها في إيدينا. كويس اللي ما شغلناش الميكروفون. كان هيخرجوا كلهم برا. شكرا يا دكتور. احنا عندنا عندنا سؤالين أصليين، بس طالما الدكتور معانا فخلوني أسأل الدكتور سؤال آخر عن موضوع تعاون المؤسسات الإسلامية في أوروبا والغرب مع الحكومات، لأنه تكلم الدكتور عن وجود المؤسسات الإسلامية في هذه الدول. السؤالين اللي بدنا حضرتك تناقشهم معانا دكتور، والطلاب مجهزين لهم لأنهم أخذوهم أسبوع واشتغلوا عليهم. السؤال الأول كان عن كيف ترى دور المنظمات الإسلامية سواء العربية أو الدولية في الاستجابة للأزمات، في الأزمات الإنسانية في فترة الربيع العربي. فترة الربيع العربي؟ نعم. يعني الفترة اللي فاتت ولا الفترة اللي موجودة اللي هو السبع ثمان سنوات اللي المؤتمرات اللي عملتوها طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فترة الربيع العربي كان فترة تعتبر اكسبشنال، يعني ايه اللي هو يعني غير مسبوق. غير مسبوق. ازمات كان لابد علينا ان نتوقع الحذر قبل ان نبدا، لان تيار تسونامي جاي مش عارف يروح يمين او شمال او فوق او تحت. لكن كان لزاما علينا الا ننخرط سياسيا مع اي فصيل، مع اي فصيل على الاطلاق. خلاص. في الفتره دي انا هتكلم عن بعض التجارب الشخصيه، مش هذكر اسماء عشان ما ينسب الشيء للشخص اللي بيتكلم. لابد ان تقراي خريطه المجتمع اللي انت غبتي عنه، انت في اوروبا او في امريكا، تنزلي المكان، تنزلي ليبيا، تنزلي مصر، تنزلي اليمن، تنزلي كذا، علشان تشوف الناس بيفكروا ازاي. حذاري انك تفتكر انك انت جايه من السماء ومعاك حل سحري. حل الباراشوت ده خلاص عفى عليه الزمن. حل انا معايا دكتوراه خلاص عفى عليه الزمن. الشخص اللي قاعد في خيمه قد يفهم عني في المشكله المجتمعيه بتاعته. كان اول خطوه نستقرئ حاجيات المجتمع من خلال الزيارات الميدانية عشان نكون رؤية. ده كان في 2011. فحصلت زيارات، يمكن أنا أضرب مثلا من الأمثلة، من أسوان، تعرفوا مصر أسوان كل يعني 7-8 محافظات، ورش عمل إلى آخره إلى آخره، لغاية ما كونت فكرة كيف نتعامل مع المجتمع الذي قد يولد من جديد. بس مين مؤسساته؟ يعني الان احنا بنتكلم عن ازمات انسانيه، مين المؤسسات الاسلاميه؟ من اي دول كانت؟ اللي اشتغلوا في الربيع العربي؟ نعم، مثلا في ليبيا. انت عايز اقول اسماء المؤسسات؟ يعني اللي كانوا في يعني اشتغلوا مع بعض مين؟ طبعا عندكم الاغاثه اغلبهم من اوروبا. في بعض المؤسسات في المساجد من مصر اللي هم كانوا طلعوا بالمعونات خاصه لليبيا. في بعض المؤسسات طلعت لتونس، لكن اغلب المؤسسات، وفي طبعا بعض المؤسسات الخليجيه، قطر الخيريه اشتغلت، الندوه اشتغلت، كذا كذا كذا، كله اشتغل، والسعوديين كذلك اشتغلوا، والكويت اشتغلوا الى اخره. بس اللي كانوا فيهم عندهم تنسيق احسن كان هم بتوع بريطانيا بالذات، لان هم جبلوا على التنسيق، بعرفوا التنسيق. فاحنا بالفتره دي اللي هو يعني اديكم مثلا احد حسنات او احدى حسنات الجامعه العربيه. حصل زيارة لليبيا.
أول لقاء إنساني للقضية الإنسانية في ليبيا كانت في الجامعة العربية في نهاية شهر يناير بموافقة الأمين العام عمرو موسى والمدير المكتب بتاعه اللي هو هشام يوسف. ده عملها المنتدى الإنساني. الحرب أو الانتفاضة بدأت في ليبيا في حاجة 17 فبراير، وكان كنا في اسم كده في الجامعة العربية في القاهرة حاجة 20 مارس. ودي رؤية من المؤسسة، المخاطر دي كلها تنزل ليبيا عشان تشوف محتاجة ايه، ورؤية من الأمين العام ان هو انزل حنقاو فعلا ووافق فعلا. ومن حسنات مع عمرو موسى انه قال لا مش ليبيا لوحدها، قال اليمن كمان، لانه كان عنده فكر عروبي. وعلاقته الجيدة ما بينه وبين مؤسسة المنتدى الإنساني اللي انا بنتمي اليها خلته يثق في عمل لقاء في امتى؟ في مارس 2011. تاني لقاء على مستوى الدولي اتعمل في مصر ايضا، كان ايضا في اخر في ديسمبر 2011 للقضية السورية والقضية اليمنية بالتعاون مع اليو ان واتشا، ها، والتعاون مع منظمة التعاون الاسلامي. فده علاقتك انت بالمؤسسات الدولية اللي تجعل يو ان واتشا تدعمك، منظمة التعاون الاسلامي تدعمك، والجامعة العربية تدعمك. هم الناس ما دعموش لانهم يعني ايه صحاب غسان، لا، لانهم عارفين في مسيرة وعارفين في رؤية وعارفين في حاجة وعارفين ان في مبادرة هم مش قادرين يعملوها، فانت بتعملها لهم. اللقاء الثالث اللي كان متميز اكتر من الاثنين دول كان في مارس 2012، كان بردك في الجامعة العربية عن القضية السورية بعد ما اخذ قرار سياسي فيها من الجامعة العربية. ده غير ان في بعض التحالفات او بعض الفعاليات اتعملت مع الامم المتحدة الى اخره الى اخره في اماكن كثيرة جدا. ده بيجي ازاي يا شباب؟ بيجي ان انتوا عندكم مسيرة تفتحوا فيها الابواب للاخرين، فالاخرين ما بيبصوش ان انت اتصورتي معاهم النهارده، لا، عارفين ان انت مشيتي مسيره 15 سنه 20 سنه، عندك معايير، عندك سياسات، عندك كفاءات، عندك انطلاقات، عندك اماكن بتخشي فيها ما حدش ثاني بيخش الا انت، فعايزك بيشتركوا معاك محتاجين. الامر الثاني عشان اختم بيه السؤال ده بعد الربيع العربي اللي هو مؤتمر القمه الانساني، انت كنت جزء منه ولا مش عايز تتكلم معايا دلوقتي؟ لا بس انا عايز في سؤال او ريال عربي تفضل. طيب اصلا عشان لما بقف الكلام بيطلع. لا انا عايز نخش، انا بشجع الطلاب دائما نكون كريتيكال في كل حاجه. هل تعتقد بانه بوفره المال العربي المال الاسلامي الموجود، احنا كنا بنتكلم على انه لدينا طاقات كامنه في العالم المسلم، عندنا 1.7 مليار مسلم في العالم، كم هائل من الثروه، العطاء في الإسلام فريضة والعطاء في الإسلام سنة، يعني موجود العطاء بشكل كبير في الإسلام. وعندنا كمان من الحاجات الكامنة اللي إحنا بتعطي مساحة أكبر للمنظمات العمل الإنساني أنه أغلب صراعات وحروب الأرض تقع على بلاد المسلمين. هل تعتقد دكتور بأن المؤسسات الإسلامية سواء العربية أو البيزد في بريطانيا والولايات المتحدة أو غرب أوروبا، هل تعتقد بأنها قامت بدور جيد في الأزمة السورية الليبية اليمنية الفلسطينية الأزمة الإنسانية طبعا، ولا تعتقد بأنها قصرت؟ إن قصرت لماذا قصرت؟ وإن أجادت كيف أجادت؟ التقصير لم يأتي من المؤسسات نفسها. يعني تعتقد بأنها قصرت؟ لا، لم يأتي من المؤسسات نفسها. التقصير أتى من المناخ الدولي حوالين العمل الإسلامي الإنساني وخاصة الحرب على الإرهاب. التقصير يأتي من صعوبة تحويل الأموال لأماكن مختلفة، قد تكون من استحالة أنك تحولي أموال أو المال يتحول بعد القضية ما تنتهي، دي نمرة اثنين. التقصير في يعني تقليل مساحة حرية العمل الإنساني الاجتماعي اللي هو civil liberty، وده تشترك فيه غالبية إن لم يكن كل الدول العربية، حتى أن الغرب بدأ يقلل المساحة دي تحت ذريعة محاربة الإرهاب. اوعى تفتكر أن الغرب يعني الدنيا ربيع وجواب ربيع، لا، دلوقتي مبقاش زي الأول.
فهنا التقصير جاء لتضييق ولتقييد، ده من ناحية الآخرين. من ناحيتي أنا التقصير جاء في أنني ما بستثمرش في العناصر البشرية، بأن ساعات بخلط الأوراق، بأن ساعات بأسيس العمل بتاعي بناء على توجهي الفكري أو توجهي العقيدي أو توجهي الإثني. يعني القضية السورية غلبتني ليه؟ لأن كل فصيل عامل حاجة لنفسه واحد بيزعل. طب يا إخوانا إيه رأيكم؟ طب نجيب واحد كذا كذا. الإيه دي مش موجودة. يعني من أكتر القضايا اللي تعبتني نفسيا، يعني برغم أن أنا مش ما تخليتش عنها، إنهم مش قادرين يقعدوا مع بعض، صعبة في ظل وقت الناس شايفين ايه اللي بيحصل في ادلب والبراميل اللي بتنزل الى اخره الى اخره، والناس النازحين اللي في الداخل واللاجئين اللي في تركيا واللي في لبنان واللي في الاردن الى اخره. يعني ففي اشياء المجتمع الدولي فرضها عليك، وفي اشياء انت فرضتيها عن نفسك لعدم قدرتك او لعدم وجود رؤيه واضحه. فده بالنسبه لايه؟ للقضايا اللي حادثه عندنا. نعم، يعني دكتور بحكي لكم انه العمل الانساني الاسلامي واجه عدد من الصعوبات لم تجعله ينطلق كما هو يطمح. واحد اللي هو موضوع الضغط الدولي والحرب على الارهاب والكونتكس المعقد جدا في الدول هذه، لانه فيها جماعات ارهابيه شئنا ما بينها، سواء في الكونتكس السياق السوري ولا السياق الليبي ولا في السياق اليمني ولا في جماعات مصنفه عالميا بينها جماعات ارهابيه. فالعمل انت تعمل في حق الاشواك في هذه الدول، فهي ليست طريقا مفروشا للعمل بسهولة. هذه واحدة. الثانية أن المؤسسات الإسلامية تعاني من ضعف تقني لم تعمل عليه في التحضير للكوارث أو التحضير للحروب، كانت في أدائها في أغلب الأحيان أداء قد يكون قاصرا، قد يكون تقليديا، يمكن حكاها الدكتور في المقدمة بأنه الأداء تقليدي لأنه يعتمد على المانحين يعتقدوا بأن العمل الإنساني يجب أن يكون يعتمد فقط على أو يمول الأيتام، يقوم بحفر أبار مياه ويوزع مواد غذائية. ولكن ممكن أن يكون عمل إنساني أكثر طموحاً وأكثر بناء للإنسان، يعني يفكر على بناء الإنسان ويفكر على البناء الطويل للأمة وللبلد التي نعمل فيها. ونقطة أخرى تحدث عنها الدكتور في عقبات العمل الإنساني اللي هي المجتمعات التي نعمل فيها، هي مش فقط إنه فيها جماعات إرهابية، هي أصبحت للأسف زي ما حكينا في تحليل الكوارث المعقدة إنها مجتمعات منقسمة مشرذمة، لا تستطيع حتى أبناء المكون الواحد اللي هو اعتاد أن يكون مكونا سوريا واحدا لم يصبح مكونا سوريا واحدا. المؤسسات السورية حتى أبناء نفس الطائفة، يعني اللي هم السنة مثلا، يعني صعب جدا أن تجمع هذه المؤسسات لتعمل سويا، فعندها أيديولوجيات وعندها أفكار وعندها طرق مختلفة للتعامل. فهذا كان صعب على المؤسسات الإسلامية اللي هي بتحب تعمل من خلال المؤسسات المحلية هذه. الكل يجرم الآخر، الكل يتهم الآخر، تجمعهم للقاء لا يجتمعون، يعني بيرفضوا أنهم يجتمعوا مع بعض. ستجد في السياق السوري قد يوضحها الدكتور هاني بشكل أكثر لأنه هو إنفولف بشكل أوضح، إنه في لجان تنسيقية للعمل الغاثي السوري مش واحدة، صح؟ في واحدة في غزة عنتاب وواحدة في إسطنبول وواحدة في الأردن وكلهم لجان إغاثية، يعني لجان تنسيق إغاثية. أنت الآن كمؤسسة جاية من قطر قد تجد تحتاج للوقت طويل على أنك تستوعب السياق السوري بشكل أكثر. تفضلي. شو العوض عن ذلك؟ انه نعوض يعني ننشئ
طيب تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما ننفق أموال على مشروع أقل فقد يكون ده توجه استراتيجي، لكن إيه هو المشروع؟ يأكل شرب نايم لبس، ده مش مشروع، ده استهلاك. السوريين من 2015 و 16 قالوا مش عايزين أكل، كفاية أكل. ولما تروح الباكت بتاعت الأكل تتباع في السوق بنص وربع الثمن، لكن المتبرع اللي انت حضرتك بتتكلم عنه مصمم انه يروح يبعت 400 او 500 طن كذا 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 او الى اخر. خلاص، فالعقلية دي لازم تتغير. لابد انت يكون كمؤسسة تقول انا مش عايزة فلوسك، مش هدي اكل، خلاص الناس مش عايزة اكل. فتنتقلي من انك بتحاولي تصرفي اكتر على مشروع اقل، تقيسي اثر هذا المشروع على المجتمع. قياس الاثر اللي هو بنسميه الانجليزي ايه، اللي هو مقياس الاثر، مش موجود على الخريطه بتاعتنا. بيكلف، لازم انا صرفت، عملت موضوع في الريزيلينس اللي هو التمكين الاسري، يعني اخذت الاسره من المكان ده الى المكان ده بعد 6 شهور ولا سنه حصل لهم ايه. ده قياس الاثر. ناهيك عن ان الريسيرش مش موجود، ليك عن انا اسعى حثيثا على اخذ المال قبل ان ياخذه غيري. ودي مشكله المؤسسات او بعض المؤسسات العربيه سواء كان في الغرب او في الشرق. ده بالنسبه لدي. اما المشاريع التقليديه دي انت محتاجاها في فتره معينه، فتره الاغاثه، بعد كده فيها فتره تاهيل، فيها توعيه، فيها بناء الى اخره الى اخره الى اخره. خد بالك، ده السؤال الاول بتاع حضرتك. السؤال الثاني كان ايه؟ شوفي القضية السورية، ترى ما انتوا فتحتوها. كم متسرب من التعليم الأطفال؟ 2 مليون أكثر أو أقل. لن أستطيع كمؤسسة حجمي 100 مليون دولار أو 500 دولار أنا أعلمهم كلهم، لازم يكون واقعي. لن أستطيع أن نعمل لهم برنامج لمدة 5 أو 10 سنين. الحركة في الشارع في نتيجة البراميل ونتيجة الهجرة بتخلي الأطفال وأمهاتهم يمشوا من مكان لمكان. لذلك أيام البوسنة في 92 كنا نكفل اليتيم في مدينة، وبعدها بست أشهر ما لقاهوش، يكون طلع على أوروبا أو على أمريكا. فالمفروض في مثل هذا الأمر إن إحنا نتحول إلى نوع آخر من التعليم. تعليم يؤدي إلى تمكين مجتمعي. التعليم الأولي ده قاعدة ما نتخلاش عنه، اللي هو التعليم الابتدائي، ثم التعليم الحرفي المهني، ثم انشاء الاسواق الشعبيه المجتمعيه. لابد نعلم المتبرع. لو انت مش هتفضلي تثقفي المتبرع وتغيري سياسه المتبرع، مش ممكن هتخرجي بالقضيه من التقليديه الى البناء المجتمعي. احنا كجمعيات ما بنحبش نزعل المتبرع، وده التحدي الكبير عندنا احنا في شخصيتنا العربيه او شخصيتنا الاسلاميه. شكرا دكتور. اسال السؤال الثاني ولا عندك اي اسئله؟ السؤال الثاني عن كيف ترى الدول المانحة المسلمة في تمويلها للعمل الإغاثي وفي تسهيل عمل المؤسسات الإسلامية، وخاصة مع الأزمة الخليجية دكتور، والتضييق الخناق على منظمات العمل الإنساني في السعودية والإمارات ودول مختلفة. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما فيش مانح ما عندوش أجندة، حتى اللي بيجي لك أنت كبزنس مان او كذا. فانا هيك عن المؤسسات الدوليه ونهيك عن الايه الدول كعامه، مفيش مانع ابدا. انت دورك ايه؟ لو احنا عندنا كتل وتكتلات وائتلافات واتحادات، سنستطيع ان نؤثر على اجنده المانح. لو احنا استطعنا اننا من خلال الابحاث ومن خلال يعني مثلا قبل مؤتمر القمه الانسانيه في 2016 السوريين عملوا حاجه حلوه قوي، عملوا بحث على ان 80% من دعم الأمم المتحدة في الداخل بيعطى للحكومة، وأقل من 20% للنازحين في سوريا، زائد للاجئين اللي هم حوالي 5 أو 6 مليون نسمة خارج سوريا. فدي أحرجت الأمم المتحدة، بس أحرجتها بإيه؟ أحرجتها ببحث بأرقام.
فلذلك إن أردت أن تغير سياسة المانح فعليك أن تتكتلي مع الآخر ويكون عملك بناء على أرقام وبناء على أبحاث أنت قمت بها. أنا ما أراش من الحكومة الأمريكية للحكومة البريطانية للحكومات الاتحاد الأوروبي لكل الحكومات العربية ما أرى، لن أرى أبداً أن في مال حيعطى لأي مؤسسة دون أن يحقق جزء من سياسة هذه الدولة. عايز تاخديه خديه شريه، بس هل سياسة الدولة تستطيع أن تتحملي عواقبها أم لا؟ يعني أنا أضرب لكم مثلا في أول الألفية الثانية اللي احنا كنا احنا فيها دلوقتي، جينا نتبرع في باكستان من سفارة من السفارات الدولية الكبرى، والسفير أصر على أن يأخذ صورة أمريكا السفارة الأمريكية، فاستشارنا مكتب باكستان قال لا يمكن نأخذ صورة لأن مكتبنا هيتفجر في إيه؟ في أفغانستان. قلنا له منحة من غير صورة ولا ما فيش منحة؟ قال لا لازم الصورة، قلنا مش عايزين منحة، ما خدناش المنحة. كل المنحة ده مليون نص مليون ربع مليون مئة ألف مئة ألف مش مهم، المهم الصورة، المهم اللقطة. اللقطة دي انت تستطيعي انت تحملي عواقبها، ده اللي احنا نتكلم عنه يا اخ غسان. لكن انا ما اعتقد عشان نكون احنا مثلا ايه لسنا بالبسطاء السذج القريبين، انا اقول من القريبين من البلهاء، ان انا اعتقد ان في حكومة هتديني فلوس من غير ما نفذ لها السياسة بتاعتها، فهل سياستها توافق مع سياستي ولا لا؟ ده اللي احنا نتكلم فيه. ممتاز. ايوه خشي يا اتفضلي، خبطي كده على الباب وخشي. بتحكي عن الجامعة؟ ايوه جامعة عربية. هل في عندنا برامج تخدم برامج ايه؟ برامج معونة انسانية. اذا ما في شوفي الجامعة العربية لما اشتغلنا معاها في 2011 و12 كان عندهم ادارة للاغاثة تابعة للادارة الطبية، وحاولنا احنا معهم ننشئ الاداره الجديده اللي هو اداره الشؤون الانسانيه، فشلنا يعني لسبب او لاخر. لكن الجامعه العربيه كان لها بعض المساعدات اللي كانت بتعملها على ايام الامين العام عمرو موسى، حاجات على استحياء يعني هنا وهناك الى اخره، مع اتحاد اطباء العرب في مصر ومع بعض الايه المؤسسات. منظمه التعاون الاسلامي عندها اداره الشؤون الانسانيه وعندها مسؤول هو نائب، يعتبر نائب الأمين العام لنظام التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية، والإدارة دي أسست في عصر اللي ربنا يمسيه بالخير اللي هو الأمين العام اللي هو إحسان أغلو، وحتى أصبحت خدت صفة المراقبة في حضور جلسات اللي هي منظمة التعاون الإسلامي، وأصبح فيه بعض التعثر دلوقتي لأن المناخ العام يا أخت يسرى بسم الله ما شاء الله، ان سعة مناخ او اللي هو العمل الانساني والعمل الاجتماعي قد يراه البعض، وانا مسؤول عن ان انا بقوله، قد يراه البعض انه يشكل خطرا على بعض الانظمة. خدت بالك؟ لان الحرية بتؤدي الى اراء، بتؤدي الى بناء قيادات، بتؤدي إلى كشف مشاكل، بتؤدي إلى تعرية الفساد إلى آخره. أنا مثلا جاي من تشاد، قعدت فيها حوالي أقل من أسبوعين 11 يوم أو كذا. تشاد أغنى من أي دولة خليجية، أمنتي بالله؟ محمد رسول الله صليتوا على النبي الشاي يا عمر. دولة دخلت في نادي البترول خلاص 2003، عندها غاز، عندها ذهب، عندها يورانيوم، عندها كوبالت، خلاص؟ عندها ثروة حيوانية ما لا يقل عن 300 مليون راس، عندها مش عارف 4 أو 5 أنهار و3 أو 4 بحيرات، عندها أماكن سياحية لا تحلم بها، لا تحلم بها، بركانية وكذا 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 وكذا، عندها أرض زراعية 75% منها صالحة للزراعة، ومع ذلك من أفقر الدول في العالم علشان مشكلة إيه؟ الفساد وسرقة أموال أفريقيا من بعض الدول العظمى، سواء كانت بقى في وسط جمهورية وسط أفريقيا، سواء كانت في تشاد،
سواء كانت في الكاميرون، سواء كانت في الكونغو الديمقراطية، كل أفريقيا تعيش على مناجم من ذهب ومن حديد ومن كل الخيرات. السودان مش كده بردك؟ السودان سلة العالم في الغذاء، يجي يصحوا من النوم في يوم من الأيام ما عندهمش رغيف الخبز. فهنا بيكون دول مؤسسات المجتمع المدني تتكلم عنها، اللي جزء منهم المؤسسات الإنسانية دي، لهم بيعملوا اللي نسميها صرخة إفاقة. بعض الحكومات بترفض صرخة الإفاقة دي كلها. خدت بالك التحدي فين؟ التحدي ان في مصادر غير عادية في الدول دي كلها. لو انت اديت حرية للمجتمع المدني هيبتدي الناس تتكلم عن المشاكل وعن الحلول، وهيطلعوني يعني انا فاسد وانا حرامي وانا مجرم، صح؟ انت عارفة عني كده مش كده؟ لا لسه حضرتك تكتشفيه بعد كده. فذلك بتحارب العمل ايه الاجتماعي. اسئله اخرى، انتوا كتبتوا اللي كتب، تفضلي فاطمه علي صوتك بس كده عشان انت بعيد قوي، انت في اخر القاعه. القاعه بالكاف ولا بالقاف؟ شوفي اخت فاطمه، شوفي اخت فاطمه، يعني الموضوع ده انا كمدير بنك ولا يهمني تموتي تصحي تتعالجي ما تعالجيش ولا شيء. ليه؟ لان النظام الجديد جعل مدير البنك هو مسؤول عن التحويلات، وجعل الموظف اللي بيمضي على التحويل ده هو مسؤول عن التحويلات. لو حصل بعد كده بعشر سنين مشكله هيجيبوا مين اللي مضى؟ فأصبحت المسؤولية مسؤولية فردية على الشخص نفسه. أنا مثلا عندنا أماكن يعني إيه حسابات كتيرة في كل حتة. في بنك من البنوك بقالنا ست أشهر بنحاول نفتح حساب عنده، وإحنا فاتحين حساب في بنوك تانية أكبر منه. بعد الموافقة قال لسه في بنعمل مش عارف إيه، يعني ممكن أنت بس عشان فتح حساب وعملوا سكريننج على الأشخاص وعلى المؤسسة وعلى التاريخ وعلى المشاريع، فالبنك مش همه. لان انت اصبحت كمستثمر قيمتك 100,000، نص مليون، 5 مليون في السنه. هو بيتكلم عن المليارات اللي ضاعت على البنوك لما اتضربت البنوك دي بعد 11 سبتمبر في امريكا، خدت بالك؟ فاصبحت انت كعمل انساني لا قيمه لك عند البنوك. انا بكلم منتهى الصراحه، ما تفتكريش ان انت عندك الملايين. البنوك بتتعامل مع مليارات للشركات، مليارات الحكومات ممكن تقفل عشان غلطه من غلطات اللي بتحصل فيها. فلذلك الخوف الرهيب اللي موجود بيؤدي الى زي ما انت قلتي ضياع. لكن في نفس الوقت احنا بنحذر البنوك، بنقول لها المال الكاش ما زال بيمشي بعلمكم او بدون علمكم. ده للحكومات، والحكومات برضك مش عايزه تسمع الكلام. قد قضيه البنوك دي حلها في عاصمه واحده في العالم اسمها واشنطن، مش في لندن، مش في باريس، مش في الدوحه، مش في الرياض، مش في القاهره، حلها في واشنطن، واخد بالك؟ عند الايه تريجر ديبارتمنت اللي موجود، اللي هو ايه الخزانه الامريكيه، وسمى حاجه مش فاكر انا بس اسمها ايه، اوفاك ولا اسمها اوفاك، خدت بالك؟ فكل الموضوع ده محطوط في حته معينه. بس يؤثر على العمل طبعا، يؤثر كتير، يؤثر كتير. ما المنظمات الانسانيه طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني ما كلمتنيش وكلمتني. ما مش حكيل يا دكتور. لا وكلمتني، يعني هي ما كلمتنيش وكلمتني، لكن انا فرقت الباب تاني. مش حكيل لغايه ما تكلمني، لغايه ما تكلميني انت بعد كده. هتكلميني ولا لا؟ ما زال دكتور بالمبادرات على هذا الموضوع، لان الموضوع هذا من توب اجنده يعني للمنظمات العمل الانساني. والدكتور ينظم لقاء مع منظمات مختلفه في نص اكتوبر بالتعاون مع قطر الخيرية ومعهد دراسات التنمية في لندن في نص أكتوبر في إسطنبول. وأنتوا كذلك؟ ما دعوتنيش. لا حلفت. حلفت. لا 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 دكتور. حلفت. لا حلفت. شاهدين يا بنات. خلاص خلاص خلاص. حلفت. خلاص أنت عيت والله. صوري. طبعا. صوري. صوري يا بنات.
صورته؟ أنا حطيته. يلا بقى البوست البوست خالص. في إيه؟ خلاص؟ خلاص أنا. ها؟ ها؟ لا أنا 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 أرع ونزهي. هتطلع لي التذكرة دلوقتي. دعيت بس من غير تذكرة. طيب. بدنا نسأل أخر. يلا يا سوريا. غزة كمان. فلسطين يا دكتور. رغم انه حكى غزة بس هذا تقزيم للقضية الفلسطينية. لا خلاص خلاص. تفضل أي. تفضل يا وديع. سخنتك أنا. ولعت ولا لسه؟ ما عاد مو مشكلة. اي عمل لن ينجح بدون كوادر. لن ينجح بدون كوادر. دي نمرة واحد. دي قاعدة. لذلك انا اتكلمت عن الايه الكفاءات البشرية. دي نمرة واحد. نحن بنستمرش فيها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين يعتمد على الذاكرة المؤسسية للمؤسسة. انا استجبت للسونامي. استجبت الحرب في الشيشان. استجبت للبوسنة. استجبت لافغانستان. اتعلمت ايه؟ وما ينفعش برضك ان انا اكون دخلت المشاكل دي كلها وما عنديش ذاكرة مؤسسية داخل المؤسسة. فبنا بقى احنا مثلا في يوم من الايام قلنا اي كارثة في العالم نحط لها 10,000 دولار تروح عشان تستكشف وانت هناك تقول لنا نعمل ايه. بلك يعني مثلا مضرب الموضوع ده في قضية الشيشان. انت من روسيا مش كده؟ انهي مدينة في روسيا؟ ها؟ لينينغراد؟ سان بيترسبرغ. اوكي. عندكم انتوا كاثرين ذا جريت ها؟ كاثرين. كاثرين ذا جريت حبيبة الرجال مش كده؟ حقيقة اقروا التاريخ بتاعها. ففي الشيشان رحنا من 10,000 دولار. بس كان عندنا مبادرة. خلاص ده كان في 99. لما قعدنا هناك قلنا الموضوع مش هيمشي ب 10,000 دولار. تكلمنا اللي هو مدير التنفيذ اللي هو مدير المالية. قلنا نحط كمان صفر. ايه؟ حط الصفر. لما دخلنا جروزني وخرجنا من جروزني وعملنا نيدز اسسمنت بالطريقه البلدي بتاعتنا لقينا رفعنا الميزانيه المليون دولار. كان مدير المكتب حصل له شوك والمدير المالي اللي هو هارون حصل له شوك. ايه ده مليون دولار هجيبها منين؟ تعرفوا يا رجاله ويا منز اند ذا وومنز مش كده برضك انجليزي ده يا موسى شفت يا جنتل يا جنتل انت يا جنتل انت تعرفوا لان كان في مبادره سبقت الامم المتحده وسبقت اللجنه الدوليه للصليب الاحمر بشهور. كنا في شهر مارس او ابريل صارفين 3 مليون دولار مش 10,000 دولار مش جامعين. لماذا؟ لان انت عندك رؤيه عندك كوادر عندك قدره عندك نيدز اسسمنت وقبلك وعندك مشروع حطيته على الارض. في النيدز اسسمنت عملت كل حاجه. عايزين خيام ثلاث رئات 3 لايرز خيام يكون فيها اللي هو التشيمني ده اللي هو المدفأه. عايزين عربيات عايزين كذا عايزين كذا عايزين كذا. فالناس وجدوا ان انت جاد في عملك فاعطوك الاموال. لو كنت انت اول واحد تصل لهذا المكان بناء على الكفاءات البشريه اللي عندك وبناء على الرؤيه وبناء على الخبره الميدانيه اللي عندك وبناء على المبادره. دكتور انا بدي ارجع بس شوي لموضوع المؤسسات بعيدا عن المانحين العرب. فانا خلال مرحله البحث كان عندي تساؤلين كثير مهمين انا حسيتهم هني موضوع القبول وموضوع الوصول اللي بتتمتع فيه مؤسسات العمل الانساني الاسلامي. القبول يعني ايه؟ القبول يعني قديش اليوم بكونتكست مثل ما كنت حضرتك عم تذكر قبل شوي موضوع سوريا اللي هو الوجود الاسلامي هو فيه كبير اغلبيه بس حتى الوجود الاسلامي كمان فيه كثير تشعبات وهيك. فاليوم هل القبول من الحكومات او القبول من الشعب؟ بدي احكي انا على القبولين سواء القبول الدولي اصلا كقبول منظمه اسلاميه عامله بالمجال والقبول المحلي والاكسس اللي انا بقصد فيه هو الوصول للناس اللي هي اصلا بحاجه بغض النظر هل هي مسلمه او لا.
طيب بالنسبه للقبول الدولي اصبح قبول المؤسسات الخيريه الاسلاميه في صعوبه خاصه اللي نشات حديثا. يمكن لو احنا ضربنا الامثله للمؤسسات اللي بقى 20 و30 سنه اسلاميه اصبح ليها تاريخ. وطبعا تتمتع بهذا بيتمتع بهذا الامر مؤسسات الاغاثه الاسلاميه في اوروبا او في بريطانيا بالذات لان بقى لها اكثر من 35 سنه وعملت شراكات مع دول كثيره ومع مؤسسات كثيره الى اخره، واصبح عليها تاريخ مقروء واصبح فيها هيكليه واضحه المعالم داخل ايه المؤسسه نفسها وسياسات الى اخره. فهم قبلوها لانها لها تاريخ. مؤسسات الجهه قبولها صعب الى ان تثبت العكس. لان عشان ايه مناخ الحرب على الارهاب ومناخ التطرف والى اخره. ده القبول الشعبي كل شعب في يعني شعب عربي او مسلم بيقبل المؤسسه الاسلاميه اكثر من اي مؤسسه اخرى. يعني هم عندهم قبول جماهيري في سوريا، عندهم قبول جماهيري في الصومال، عندهم قبول جماهيري في افغانستان، عندهم قبول جماهيري في البوسنه الى اخره. لما يحسوا ان العاطفه القيمه الاسلاميه والقيمه الاسلاميه موجوده عند الشعب، فدي بتكون محرك لبعض الدول او بعض المؤسسات الدوليه تقبل ان تتعامل مع المؤسسات الاسلاميه الخيريه. ليه؟ لانها عندها الاكسس الوصول الى المناطق الصعبه اللي في مثل هذه الاماكن. طيب دكتور، معناها انا هذا بشوفه كمان بياخذني كمان لسؤالين. السؤال الاول، هل العمل الانساني الاسلامي بيسعى انه يكون عالمي، ولا حتى قد ما تطور رح يضل مقتصر او رح يضل يقول انا مرتاح او الكونفرنس زون تبعي هي العالم العربي، كونه انه انا اصلا الاكسس عندي بيكون اقوى مثل ما حضرتك هلا عم تقول انه لا بيكون افضل الاكسس واعلى، وقبولي ضمن المجتمع العربي بيكون اسهل بكثير من قبولي. هو ده سؤال لا يجاب عليه باجابه مطلقه. في بعض المؤسسات عندها رؤيه انها تخرج من المحليه الى الاقليميه الى العالميه. طبعا. بعض المؤسسات ما عندهاش رؤيه بغض النظر كان بغض النظر أو بمعنى ايه؟ بمعنى انا ده سقف العقل الفكري ليا انا كرئيس المؤسسه او كالمدير التنفيذي. لا يا عم انا هشتغل وعندي هنا في الخليج فلوس مش عايز اوجع دماغي بره. في ناس يقول لك لا انا عايز اخرج وافتح واروح واعمل الى اخره الى اخره. فدي اجابتها على حسب توجه المؤسسه، على حسب نوعيه الناس اللي شغالين داخل المؤسسه. ولكن قد يصبح في يوم من الايام طبعاً 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 مقبول عالمي. يعني انا لما اضرب لك مثلا دلوقتي قطر الخليج عندها 25 مكتب في العالم. العون المباشر من 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 الكويت عنده 30 مكتب في افريقيا ومكتب في اليمن. ها الهيئه الخيريه الاسلاميه عندها 12 مكتب. الاغاثه الاسلاميه في بريطانيا عندها حاجه 40 مكتب. وفي مؤسسات اخرى كان عندها مكاتب كثيره جدا، لكن التضييق على العمل الانساني في بلادهم قلص هذه المكاتب. لكن في بعض المؤسسات لسه ما زال تعمل وبتحاول تخرج من الفكر المحلي التقليدي الفكر العالمي ببناء الشراكات. شراكات يا شبابي وشابات مش نادي المؤسسة الأم بتاع ده فلوس أو الأوكسفام فلوس، لا ده أنا أخد منهم فلوس. لن تأخذي هذه الأموال إلا أن أصبح لك معيارية وكفاءة وقدرة على التنفيذ وعلى حل المشاكل. فأنت تعطي ولا تأخذ. فلذلك الأمر التحدي اللي عندنا من الداخل أن كيف نبني قدراتنا الداخلية داخل المؤسسة اللي تستطيع أن تكون هي مؤسسة متلقية لمنح المؤسسات الدولية والأممية والدول الغربية. طيب دكتور، سؤال ثاني، هل بتحس أنه ده أنت بقيت سوري قح؟ أنت من دمشق؟ لا، حمصي. حمصي أهو، عشان كده سعيدة سوريا دول. تفضل يا سعيدي. طيب دكتور، هل منظمات العمل الإسلامي الإنساني اليوم إلى دور ولا ابدا ما إلى دور؟ لها دور. لا، بموضوع معين، بموضوع فصل صوره الاسلام عن الارهاب. مش كلنا عندنا دور بس مش قادرين نفعله. بمعنى احنا بدانا في الدور ده من 2001. كيف يعني؟ انا اعديك، كنت لسه معذره، الفيلم اللي احنا عملناه في الحمام يا كنا احنا في سبتمبر 2001 ثلاثة خارجين من الحمام مرة واحدة، أنا دكتور أحمد موسى، دي حقيقة وعلى الفيسبوك تشوفوها، وإدريان ساتون. إدريان ساتون مسؤول اللي هو الإعلام. فإدريان بيقول يعني إيه نوطي راسنا وكذا، يعني عشان إيه السونامي بتاع 2001. لا، لا يمكن، لأن اللي يحصل للأمة الإسلامية في أوروبا وفي أمريكا بيحصل لنا، فلازم ندافع عنها. فكان سياستنا في الوقت ده إننا نقف، لأن دي كانت رؤية، كانت قدرة، كانت مقدرة، كانت مبادرة. فدفعنا فيها عن الإغاثة الإسلامية
ودفعنا فيها على المجتمع الإسلامي الخيري في العالم كله. تحول هذا الأمر يا شباب إلى إيه؟ إلى أن نحن بدأنا نكاتب الحكومات 2003 و2004 من عام الأمم المتحدة، توني بلير، جورج بوش، كذا 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 كذا. تحول هذا إلى أن حبينا نعمل مؤتمر في القاهرة سميناه كايرو كونفرنس علشان نفس الفكرة اللي بتتكلم عن دي شبهة عن كده. تحول هذا لما قابلنا بيل كلينتون في 2005 في يناير 2005 ورايح كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة اللي هو كوفي عنان للتسونامي، قال اوعى تعمل مؤتمر تعزم فيه الحكومات، اعمل نقاشات. جزاه الله خير كلينتون، يعني بيل كلينتون اللي هو رئيس ده، فقال لا يا هاني ما تعملش مؤتمر، اعمل لقاءات بسيطة كده مع المؤثرين. فتحول كايرو كونفرنس اللي كان هيبقى تعمل في 2004 أو 2005 إلى 14 مؤتمر في 14 دولة، من أندونيسيا لجنوب أفريقيا لتركيا لأفغانستان لباكستان لماليزيا كذا كذا كذا. فلما طلعت الحيثيات بتاعة اللقاءات دي كلها أصبحت الأمم المتحدة تسعى خلفك سعيا حثيثا لكي ترى نتائج. نرجع البحث، نرجع لورش العمل اللي ما حدش مهتم بيها عشان تاخد الف. رشيد كاريكوف كان معانا قال 14 زي 40، انا عايز نتيجه. اجتمعنا في الصليب الاحمر البريطاني في مايو 2006 واخبارك 2006 مش فاكر عشان التاريخ يعني، وحولنا قلت لهم محدش فيهم خلينا ياخد مبادره. تعرف اقول لهم ايه واحنا قاعدين في جلسه؟ انتوا كلكم ولا مؤاخذه يعني الستيرنج كوميتي، انا لازم برضك ايه عارفين احنا السياسه بتاعت المنطقه، وكل اللي حضر هو ممبر اوف ذا ستيرنج كوميتي، واحنا هناخدها وسميناها ايه؟ المنتدى الانساني. يعني مسيره المنتدى الانساني عشان تخرج من 2002 ل 2008 كونسلتيشن، ومع ذلك المنتدى الانساني بعد 12 سنه شغل لسه بيعاني من الفاندنج وبيعاني من الفكر ان الناس مش قادره تفهمه. انت جاي تعمل لنا ورش عمل، ايه وجع القلب ده؟ احنا عايزين ناكل ونشرب وننام ونلبس وخلاص بقى واقلب الصفحه. الفكرة سموها ساوث تو نورث دايلوج. ها؟ الفكرة اللي هي الحوار الجنوبي الشمالي. ايوه. انك تبرنج الناس في ورك شوبس مشتركة يتكلموا لبعض اللي أنت تكلمت عليه، هذا اندايركتلي أنت بتحسن الإيمج. ايوه. بتاع مؤسساتك وبتنقل خبرات بالشكل التدريجي للناس. يعني الآن لما مؤسسة قطرية بتطلع على اجتماعات متكررة تبدأ حتى لو ما كان عندها أي خبرة سابقة، بتبدا بالتاثير غير مباشر انه في مواضيع كثيره تطرق، بصيروا هم ياخذوها ويعملوا عليها بحث اكثر، بصيروا يشارك في النقاشات، بصير على مرحله اخرى advocating for those causes. هذا على الناحيه القطريه. بس على الناحيه الاخرى اللي هم الابناء الشمال، لما هو بشوف المنظمات العربيه وانهم يعني منظمات مساويه ان كانوا اقل تقنيا، هذا لا يضيعهم بشيء. التقانة ولا التكنيكال تكتسب، لكن المهم انه الدوافع انسانية، الناس عايزة تتعلم وعايزة تلتقي في نقطة. وهذه المؤسسات بعد كده زي ما تفضل دكتور هاني، هي مؤسسات تلعب في دولها، تلعب قوة ضغط على الحكومات، تستطيع تجيش الحكومات لقضايا انسانية، تستطيع تجيش الحكومات لحماية المؤسسات الانسانية الموجودة. وهذا فعلا في نجاحات، يعني في امثله ممكن دكتور هاني يحكي لكم اياها عن نجاحات اللوبينج. ما انت كنت معانا في 2016. نعم اللوبينج، قول انت 2016 اللوبينج مع القضايا المختلفه، هذا يستطيع انه يؤثر على الحكومات لانك تحط قضايا على الاجندات. يعني منها هاي القضيه اللي تكلمتوا عليها اليوم اللي هي قضيه الديوسكين، اللي هي موضوع الاموال عقوبات. انا استطيع قولها مش ديوسكين، هذه الكلمه المنمقه اللي بتطلق البنوك، بس هي عقوبات على المنظمات الإسلامية تحديدا، إن على الدول كمان اللي فيها عندها تعاني من أزمات. ولا إيش ذنب المؤسسة يعني تجمع مالا لدعم الصومال ولا تستطيع تحويله للصومال، تجمع مالا لدعم غزة ولا تستطيع تحويله لغزة، تجمع مالا للسودان ولا تستطيع تحويله للسودان. أنت تعاقب الناس المحتاجين وتعاقب المؤسسات اللي بتشتغل. ليش بتحط الناس كلها في باللوبينج وبالشاكات؟ تستطيع انك تخلي الحكومات تجبر البنوك، زي ما تفضل الدكتور انه البنوك كمان قرارها مرتبط دائما بالتحويلات اللي بالدولار، لازم يرجع للولايات المتحده. ممكن مع الحكومات تبحث عن رؤى بديله تستخدم بنوك وسطى، بس هالكلام انت كمؤسسه موطنك الغرب لا تستطيع فعله الا بموافقه الدوله المركزيه.
يعني انت تتحول لبنك مركزي والدوله ما بتعرف عنك، عفوا بنك وسطي والدوله لا ما بتعرف ايش الموضوع، انت هذول الفلوس جمعتها للسودان ليش بتحول لبنك في سنغافورة؟ عشان بعد كده اكيد في حاجه ممكن تكون فالكلام الشاكات والحوار هو الاسلوب الانجع لتوصيل الصور صح الجميله عن اللي احنا نملكها. احنا مش شعوب ارهابيه، وحتى الارهاب في العالم الاسلامي وحتى الفكر الارهابي لا يمثل الا مدرسه صغيره جدا، والارهابيين برغم انه وصم الاسلام وصف العالم الاسلامي بالارهاب، الارهابيين لو شفنا عددهم التنظيمات كلها على بعض الارهابيه آلاف، من 1.7 بليون، والفكر الإرهابي في الإسلام لا يمثل يعني nothing من نسبة مئوية في الأفكار في الأيديولوجيا الإسلامية وفي المذاهب الإسلامية الموجودة. عدد المصنفين إرهابيين داعش والقاعدة وغيره بالآلاف، ما في، لا أتخيل أنهم فوق 100,000 يعني. إحنا 1.7 بليون، فاحنا نحتاج لاسلوب اكثر ذكاء في تقديم انفسنا يعني. طيب هذا التحديات اللي بتواجه العمل الانساني والاشياء اللي بتخرج من الورشات والمؤتمرات مش موثقه، يعني مثلا على سبيل المثال بغرض الورق البحثي بحث ما مش موثقه، يعني حتى يعني موقع الاغاثه الاسلاميه يخلو من اي ابحاث او تقارير او يعني كانهم المنظمات الاسلاميه مكوكعه داخل كوكعه على حالها، ومنه لو حصل حاجة مع أي منظمة أخرى نرى أن جميع وسائل التواصل الاجتماعية يعني تردد هذا المشكلة ويحصل ضغط. السؤال حضرتك. لينا؟ طيب. هو طبعاً المؤسسات العربية والإسلامية ضعيفة في الأرشفة وضعيفة في الأبحاث وضعيفة في التواصل، قوية جداً في التنفيذ، يعني ممكن تلاقيها هي أول مؤسسات تبدأ تنزل في الميدان. انا ما عنديش مشكله انك تنزل في الميدان، فلولا نفر من كل فرقه طائفه ليتفقهوا في الدين، يعني النفر من النفير دي نمره واحد، فرقه كبيره وداخل فرقه في طائفه، انت بقى الطائفه دي اللي هنديها الفلوس للابحاث للادفوكاسي الحاجات دي كلها، ده مش موجود لسه يعني. يعني معذره انا اقول الكلمه دي، كنت انا في احد البنوك الاسلاميه الكبيره، كان صديقي نائب رئيس البنك اللي هناك ده، فبيقول لي ايه، فبكلمه عن المنتدى الانساني، فتعرف قال لي ايه، قال لي كلمه يعني فيها بلطشني على وشي بالقلم وفي نفس الوقت بلطشنا كلنا على وشنا بالقلم. هو طبعا كان اخ من دول احدى الدول العربيه، قال لي شوف انت من 30 سنه جيتوا لنا بالاغاثه الاسلاميه كناش فاهمينكم، فانا بعد 30 سنه وانت دلوقتي جاي لنا بحاجه اسمها منتدى انساني، تعال انا بعد 30 سنه نكون في يمنها في مجتمع انت بتحاولي تحولي افراده من افراد حرجين الى كتله حرجه. في العالم العربي ما فيش كتل حرجه بالمعنى، لان اسمه ايه، مساحه العمل المجتمعي منكمشه، فلذلك صعب ان انت تكوني كتل حرجه اللي هي الكريتيكال ماسز. الكريتيكال ماس دي هي اللي تستطيع انها تغير مناخ المجتمع. احنا كلنا افراد حرجين، انت فاهم وانت فاهم وانت فاهم وانت فاهم وانت فاهم وانت فاهم، لكن تتحول هذه الافراد الى كتل حرجه، ده التحدي الكبير يا فاطمه. انت مش كده؟ الهام فين فاطمه؟ انت الهام، معقوله اليمنيين بيسموه الهام؟ ليش الهام جميل؟ بهزر معاك، معانا خمس دقائق. خمس دقائق طيب، اخر سؤال اكمل السؤال. لا عشان حضرتك قلت المنظمات قوية في التنفيذ. طيب لما برضو طلعت على أعمال الإغاثة الإنسانية الإسلامية وكلها الإسلامية مع بعض، المشاريع لا ترقى إلى كونها وعفواً على الله أكثر من معونات خيرية ولا عمل إنساني. لا 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 لا، أو على الأقل الموجودة في الموقع والمؤرشفة. أنت في يعني مثلاً، أنا مش عايز أدافع عن مؤسسة أنا كنت جزء منها عشان ما تكونش متحيز، نقول للجميع، نقول للجميع في محاولات كثيرة جدا. أديك مثلا زي العون المباشر، كنت فيها بريمة مع معالي حبيبتي، معالي معالي حبيبتي. خلاص ليك شوق في حاجة وما تكلمي ولا حبيبك بيتكلم وعارف جوزها وكل حاجة.
فاللي بتقوم بمعالي يعتبر إبداع، لكن احنا ما بنحولوش الى عمل مؤسسي والى قراءة مجتمعية. احنا مشكلتنا اخت الهام ان احنا ما بنحولش زي ما انا قلت لك المعلومات في جوجل كيف تدار، المعلومات اللي في اللي هو الدايركت ايد اللي هو العون البشري مش بتدار، مش بتدار. فده المشكلة بتاعتنا. يعني لو في تحدي في الاغاثة الاسلامية تعتبر اكبر مؤسسة اسلامية في الغرب، ان احنا نعمل ارشيف لتاريخ الاغاثة الاسلامية. علشان تعملي ارشيف يا بنتي تكتب التاريخ انت عايزه ملايين، لابد نقنع مجلس الاداره الدين الملايين دي علشان اجمع ماذا حدث في السودان، ليس من وجهه هاني البنا او غسان او انت، لكن من وجهه نظر من عملوا داخل الاغاثه الاسلاميه او العون البشري في السودان من 84 الى اليوم. تخيل بقى انت هتعمل انترفيو مع كم واحد. هو ده البحث. لا يكتب البحث من خلال رايي انا، لكن من خلال رأي المجتمع اللي شاف الشجرة وهي تنمى. آخر سؤال عشان أسألك يا دكتور مش الأخت دي ولا عشان تسأل ألا آخر واحدة هنحل بيكي، هنحل بأنه فيكم وجود فكرة وجود faith based organization. أنا ضدها. اللي كملي كملي كملي. ألا تفكر بمعايير العمل الإنساني اللي هي الحياز أو الحياز وعدم الانحياز وهي الأشياء. إذا كان أنا عندي يعني أنا كنت عم أعرف عن نفسي إنه أوردي أنا عندي أجندة وفايت بالمجال على أساس إنه هو موجه إسلاميا، هذا خلل. شوفي إيه المانع يا أخت ألاء؟ فبقى ألاء ربكم متكذبان. إيه المانع يا أخت ألاء إن كل أنت يعني عندك قيمة إسلامية ومعايير إنسانية؟ يعني ما الذي يضيرك إنك تكوني حيادية، عدم انحياز، معيارية، حوكمة، كذا 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 كذا، خلاص؟ لكن أحياناً ممكن تستخدم هي هذا المعيار الإسلامي بتوجهات أخرى، مثلاً أنا أفضل فئة عن فئة. لا ما تفضليش، أنا أقول لك حاجة، صلي على النبي. يوم حبينا نشتغل في جنوب السودان، مين اللي من السودان؟ أخت مسلم مشيت، ها؟ مشيت. رحنا كلمنا مع الحكومة في الخرطوم، قالوا لإخواننا واشتغلوا معاه، نزلت اتكلمت معاه الجيش الشعبي اللي بيحارب الحكومة في السودان، قالوا أهلا وسهلا حياكم الله. فعشان نعمل التوافق ده استشرنا الحكومة بتاعت الشمال واستشرنا الحكومة بتاعت الجنوب. كان لها برنامج في الشمال ماشي من زمان، لكن عشان نفتح برنامج من الجنوب لازم ناخد رأي الاثنين. فبالتالي هنا الحيادية. لما تيجي نشتغل هناك في جنوب السودان اتهمنا قبل ما نشتغل ان احنا جايين نغير الناس اللي نغير لهم دينهم. لذلك تعرف اخترنا ايه؟ اخترنا مشروع ميه تروي العطشان وتطفي نار الحيران. خدت بالك؟ اخترنا مشروع الميه. تيجي تقول لي بقى كذا كذا في بعض المؤسسات قالوا بيتخنوهم عشان يذبحوهم. مين اللي دافع عن المؤسسه في جنوب السودان في وراب في واو؟ المسيحيين اللادينيين قالوا دي مؤسستنا ولا تمسوها. لذلك لما كنا احنا في سيرت في 2006 عشان بنتكلم اللي هو القضية بتاع دارفور في ليبيا، أول ما قابلني مسؤول الأمن والمخابرات في جنوب السودان وأنا داخل وكان USAID قاعد جنبنا، قام وشافني وقال المؤسسة الإنسانية الوحيدة التي تعمل عندنا بشفافية. ليه؟ لأن أنت اللي دخلت الدين فيها ودخلت كذا. أنت شوف أنا هقول لك حاجة، صلي على النبي يا أختي آلاء. محاولة تغيير ثقافة المستفيد اللي هو المهمش والمريض والأرملة واليتيم وذوي الحاجة يعتبر جريمة ضد الإنسانية. سيبيه وسيبيها، قدم الخدمة وخلاص، ده الدين بتاعك. ده عم أنا بديك القاعدة. مثال السودان هو استثناء ولا هو لا؟ مثال السودان أنا بتكلم عن إيه؟ لا مش استثناء، ده فكر. أنا بكلمك عن إيه؟ أنا رحت هناك عشان الإنسان. حلينا مشكلة 25% أو 30% من مشكلة المياه في مقاطعة كبيرة جدا، كلهم ما كانوش مسلمين. لما رحنا في الزلزال بتاع شيان في 2002 وكان الناس بيتفرجوا على اسمه كده كأس العالم في 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 اليابان وفي كوريا الجنوبية، كنا احنا شغالين مع البوذيين بنبني لهم بيوت، دخلناهم في الإسلام ما دخلناهمش. خلاص انت دينك بيفرض عليك أن تتعاملي مع الناس بإنسانية الدين. دينك أخلاق،
مش وعظ وارشاد. الوعظ والارشاد من غير اخلاق مش هيحصل، مش هعمل حاجه. هتعملي جامع طب وبعدين، هتعملي مدرسه طب وبعدين، اعملي جامع ومين مدرسه، بس انت ايه، انت ايه بالنسبه للمجتمع؟ خدت بالك يا اختي؟ لا. فما ننظر لمثل هذه الامور لا تضارب بين العمل بالمعايير الانسانيه والقيم الاسلاميه. وانت من حقك يا الاء زي ما انا قلت من زمان من شويه ان انت تراجعي المعايير الانسانيه وتحطي ثقافتك فيها. بس انت مين؟ انا عايزك تبقى انت مين بعد كده؟ عايز كلكم تبقى انتوا تصبحوا من؟ قدوات، قدرات، رواد، تستطيعون ان تحدثوا هذا التغيير من غير علم، من غير معرفه، من غير طرح الاطروحات وعمل الابحاث، هنكون ولا شيء. خلاص.